مرة أخرى يعاود الانخفاض الحاد بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لتسييد المشهد الذي لم تكشف الجهات المعنية عن أسبابه أو أوقات انتهائه. بعد تحسنها لأيام في الفترات الماضية، عادت الكهرباء الوطنية للانحسار في التجهيز اليومي مع الانقطاعات المستمرة وارتفاع درجات الحرارة ودخول البلاد موجة جمرة القيض، والتي تعد موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد، تتجاوز درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية، ويشكو أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية من نقص في حصص الغاز وتشغيلهم لمولداتهم لساعات طويلة في اليوم الواحد بسبب قلة ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء الوطنية. تأثر كثير، التأثير تأثر من ناحية الحصة مال الغاز، احنا ما عندنا حصة، فيبيعون يعني الحصة مال الغاز الألف مليون ومية، فهذا بتأثير كلش قوي علينا، تباوع لها من ناحية الكهرباء هنا كلش مو زينة، يعني بحدود 20 ساعة اطفاء كاملة. تعال عليك الله نكون احنا واقعيين، نحكي واقع، يعني 20 ساعة جرة وحدة طافية، يعني منتوج ما يبقى، دهين ما يبقى، يعني الوضعية كلش حيل متأزمة هنا. من ناحية الصيانة، يعني صيانة هنا ماكو أبد، يعني إذا انقطع واير يوم ثاني يوم يلا يسوونه. ولم تفي الحكومة ولا وزارة الكهرباء بالوعود والتأكيدات بأن هذا الصيف سيشهد اختلافا نوعيا بساعات التجهيز في الطاقة الكهربائية مع استلام الأموال من طريق قانون الدعم الغذائي وسداد دين الغاز المستورد من إيران لتشغيل المحطات الغازية، إلا أن حال صيف هذا العام لم يختلف كثيرا عن أعوام ماضية. شوية الكهرباء بصورة عامة هي نوبة زينة نوبة مو زينة، يعني إذا ترجع لها تعبانة، وبها طبعا أسلاكها كلها تعبانة، يعني يراد لها صيانة. يعني شوف هسه هذا، شوفه مو حفر، هذا أبسط شيء، هذا ما حد يجي يسوي. المفروض يعني دائرة الكهرباء تباوع، تباوع الناس تجي تشوف وتشيك، تشوف العالم، الناس تعبت من وراء هالشغلات، بس المشكلة صيانة ماكو، بس انقطاع مستمر، اكو انقطاع، ما اقول لك ما اكو انقطاع، لا اكو انقطاع، موجود الانقطاع. الكهرباء دمار، خاصة بالمدينة، احنا بالأورفلي تعبانة كلش، متعذبين كلش، تعبانين. ما القاطع كل ساعة ينزل، نفس هاي المحاولة هي القاطع كل ساعة ينزل، متدمرين دمار. الصيف والجو حار، تعرف واحد غير يجي يرتاح في البيت لو يجي مسلوك سلق النوم. وتبقى الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي تشكل عبئا ثقيلا على أغلب مناطق العاصمة. من بغداد، حيدر نصيف، قناة 4.